بت في ايه يا بت؟ العقل يا تامر. ايه؟ مصيبة سودا. ايه ابوكي مات؟ مصيبة سودا. ايه ابوكي اتحرق؟ مصيبة سودا. ايه العمارة هتقع على ابوكي؟ مصيبة سودا يا تامر، مصيبة سودا. طب قولي لي ايه هي المصيبة عشان اعرف اهرب من ايه؟ ايه هي؟ أكبر حاجة في العالم. أكبر حاجة في العالم. يوم القيامة، يوم القيامة، أكبر حاجة في العالم. أنزل تحت الكرسي ولا إيه؟ يوم القيامة، يوم القيامة. يا نهار أسود، في إيه يا بنت قولي؟ يا تامر، إحنا عندنا فار. ما أنت بنت متدلعة صحيح. متدلعة. خايفالي من حتة فار. ايه يعني عندنا فار؟ صحيح ما انت متعوده تستحمي وتنامي، اكيد هتخافي من فار. ده شرف لينا ان في فار في الشقه. انت عارفه في المعسكر انا والرجاله لما كان بيبقى في فار معدي كنا بنعمل ايه؟ ايه؟ كنا نقول الحمد لله الغدا جه. نقعد كده نقزقز في الفار كده انا والرجاله. خلاص ما دام انت جامد قوي كده خش هاته. انت عارفه بقى في المعسكر لما كانوا بيقولوا لي خش هات الفار كنت بعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ اول واحد بيجري على طول. ده انا نايم بقالي يومين ورا الكنبه عشان الفار اللي جوه. يا تامر ده انا شفت ديله بعيني، ديله ابيض واسود. ده فار قديم بقى. ده فار قديم وخبره وهينهشنا كلنا من دماغنا. يا تامر ده ديله كان غريب وكئيب. ايه ديله غريب دي ماشي، انما ديله كئيب ازاي يعني؟ يمشي ديله يعيط يعني ولا يا بت تقولي كلام نفهمه يا بت؟ يا بت ما تجننيش الله يرضى عليك. انت بتتريق عليا يا تامر حرام عليك. انت اللي موترانا، ما تقوميش نفسك مفيش فيران، واجري يلا يلا خش اعملي لي شاي يلا. لا يا اخويا خش اعمله لنفسك. البنات اتخلقوا عشان يعملوا للولاد الشاي. عشان يعملوا الشاي للولاد؟ اه. امال الولاد اتخلقوا ليه؟ عشان يشربوا الشاي. ويا ريتوا بقى يبقى سكر زياده ومظبوط عشان عايزين دماغنا تتظبط. لا بقول لك ايه بقى؟ ما دام يا حبيبي البنات اتخلقوا عشان يعملوا الشاي للولاد، اه، يبقى الولاد اتخلقوا عشان يمسكوا الفرن. انت مجنونه. بقول لك ايه ده؟ انا بقالي يومين نايم ورا الكنبه عشان الفار اللي عندك. تقولي لي خش هاته، ما قلت لك مفيش فار اصلا، ما تهوميش نفسك. طب اقسم بالله لا ادهلك انت هتحلفي عليها يا بت ولا ايه؟ والله لا ادهلك ماما. يا بت اقعد ساكت. طب ادهي امي وريني هتعملي ايه. يا ماما